السلام عليكم. كيف الحال؟ And I was wondering why all these birds here on this area. Turns out it's a fishery, and they want some easy meal, so they come here. And this guy, he have like a, he whacked them whenever they come close. Watch, he's gonna do it now. That's amazing. Assalamu alaikum. Allah khalik. This is the time of the year where something happens in the Atlantic Ocean, something to do with the cold current, and it's the most fish they get is during this time of the year and the following 2 months. So they get, look at all these fisheries, the fish boats. That looks absolutely beautiful. Let me try to go down the ramp, see if I can capture something. السلام عليكم. ما شي مشكلة خوف ريال الله الشي هذه زازيهم الله سعيد وسعيد سعيد وسعيد He's gonna show me the. How they gonna fish the? Oh, 16. They're a cobbly. Ayo. Trapeo. See. هاي عشان ال ال. هذا لحساب شتي القيرش هذا ما ينقطع لا قطع باك في كل حيط صحيح يتقطع والله اذا كان قوي انا صحيح السنان ايوه واو إذا بالسنان ممكن يقطعوا. هذا الموت. حرة الموت حرة الموت أيوة. أيوة. تجروا فيها ثلاثة سردين أيوة. أربعة على حسب. أنت ترموا يعني كذا واحدة في البحر في البحر. كل شيء سيستم واحد. أيوة. تحط الرأس تحط الرأس الأول. لغاية. تدير خمسة خمس صنارات. خمسة ستة بيدو. أيوة أيوة. بيدو آه. واو. He's كرسي ديال الرئيس وين الرئيس عيد الرئيس. انت الرئيس ما شاء الله عليك الله يرزقك امين هذاك الشيء بعيد في الصندوق هذا هذه باش تنضربوه يعني لما يطلع تضرب على راسه عشان يموت هذا الغانجو باش تن تمسكوا تمسكوا في ثمه ايوه ايوه واو انت هسه شو تساوي تحضر الامور ها تحضر كل شيء هسه حاليا هذا الشيء كان نقدوه من الاول بحال هكا هذه ولك ذابح واكل راح هذا كنديروه في هذيك في هذه العلامه ايوه شفتها شفتها ولا عشان ولا رايه ثلاثه السنايات لازم يكون في رايه هذه بالاعلام ولا رايه ولا بنديره 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 بالاسباني بنديره تدير فيها هذا وتبقى تخرج وخيط بحال هكا ظلي 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 ما يتعقد الخيط؟ لا 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 هذه مكسيريات انت تمشي مارشا ما يتعقد ما شاء الله اوه واو اوه اوكي اوكي
الراس الاول وغادي ويظل يمشي مع كل هذا. هذا اول راس، هذا اول راس. بعدين عندك راس ثاني يعني انت الراس الثاني هاو مش هناك الاخير الاول والاخير يعني تبدا من هون. لا تبدا من هون هذا الاخير. هذا الاخير ايوه الاول هناك ما يصير تاخذ واحد من النص. لا اخبر لا لازم يكون بالترتيب. هذا انا يجي اربعه سردين. ايوه سردين حبك ثلاثه ساعه على حسب. لح 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 انت تحط فيه سردين سردين وترمي والرمي ايوه والرستي غادي والخيط يخرج هكا ايوه ديما يخرج من هنا دائما من الجهه هذه. دائما خمسة صناره سته بيدو ايوه بيدو في الخيط عشان يظلها طافيه فوق. بيدو نفس سيستم. خمسه سته بيدو خمسه سته بيدو توصل 50 صناره تدي العيال واحده عاود ثاني تحط رايه عشان تعرف انت وين هي راحت باش تتبلد متيسه اذا قطع دابا الحوت قطعت الخيط ايوه صح تقطع تتفرقوا ايوه فانت عشان تعرف تبلك الباب مقطع نفس السيستم خمسه سته بيدو خمسه سته بيدو خمسه انا كنت افكر تصيدوه بالشبكه. لا هذا طلع كاينين هذوك كاين الشبك كاين طنجه انتوا هون تصيدوا في السناره يسموها بالحلوفه بالحلوفه انه على اساس طريقه سهله لان ايوه هاي الطريقه الصعبه هذه الصعبه ايوه هاي بدا مخ وتفكير وتدبير. الحيط ديال الصناره ماشي هو الحيط ديال الشبك. الحيط ديال الشبك تيولي مرطب ايوه صح 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 قوي صح صح تيبقى حتى في الصياده ايوه يشرب على راسه الصحه والراحه ايوه حبيبي. هو ويسكي ماروك ويسكي ماروك ويسكي ديالنا كذبوا واو ويسكي ماروك ما يسيسي راه خويا السوا الله يعطيك الصحة. علمت بأن عملي علمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به وحدي وعلمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت بأن طريقي طويل فاعتدت لأوزادي من العلم من كل شيء ومن الفلوس ومن كل شيء وعلمت بأن الشيطان عدو لي فاتخذته عدو لي ما عنديش شي عدو في البشر كامل ما غير الشيطان الله يعلمه وعلمت بأن الله يراني وخشيت أن أعصيه. بارك الله فيك القاموس ديالنا هذا اللي الله يرحم الرب الله يرحم من علمنا السلام عليكم. الله يسهل عليك الله يخليك. السلام عليكم. What an awesome experience, you know, they explained to me so much, you know, some of the things that they explained to me is that they don't use fishing nets. They say that fishing nets gets the weaker fish, and they specialize in sharks because they eat shark here. So they specialize in shark, and they explained to me that they start from the first number, and they have to go in order. They can't just pick and choose any fishing line. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Such an amazing experience and I love it so much. They're preparing the fishing lines. So it has to be in order. It cannot skip. Like you see, he put every line in their respective place. And they explained to me that they could take up to like 5 days, 3 to 5 days in the sea. Look at this guy. And it says you can't swim here, but they don't care. The weather is hot, but the water is cold because of the Atlantic current. هذيك شو اسمه الجزيرة صح؟ جزيرة. بوتيج. بوتيج. جزيرة غو. الكبيرة. الكبيرة ممنوع حد يروح لها ها؟ لا الفلوكة. فلوكة تروح؟ تروح. هوكا كاين الحبس تما. الحبس؟ والجامع. في جامع؟ جامع والحبس. في حبس شغال لغاية الآن؟ يا زمان. يا زمان.
في حبس هناك. كنا نروحوا جزيرة كبيرة على رجلي يمشي وياه. ما فيش بحر دابا. نو دابا البحر مطار. هذيك هي الصورة الأولى. ايوه وهذه بس قصر صغير. صغير هذه قصر السلطان. دار السلطان. دار السلطان والحبس. اي كمومي تعال تعال. And this is where you couldn't even move yesterday. It's so crowded. You see, everybody is trying to make a living here because this time of the year, it's really busy because of the festival and it lasts for 3 days. The rest of the year is not really that busy, except for some surfers. They come here and the town goes into complete dormancy, if you will. It's not as crazy. Like they say, it's the most chilled town in all of Morocco, except for the festival. Because if you ask anybody that is walking right now, a Moroccan, where are you from? They're going to tell you somewhere else from Morocco. They all come here with their camping gear and tents and stuff like that. And they are allowed to camp only for the festival. So, you know, the police would not allow them to camp on the beach or elsewhere in the city, in the town, if it's not the festival. And the reason behind that is, like, even if you try to find a hotel, it's extremely difficult to find a hotel during the festival. Like, I tried to find a hotel and I couldn't. And I was like, you know, I was willing to pay up to $200 a night, and I really couldn't until I found this hotel. It wasn't a hotel. It was kind of like a, they call it Riyadh here, rooms. And it cost me $120 just for one night. So yeah, if you ask hotel owners and stuff like that, they will tell you that in order to have the best rate, you have to make your reservation earlier in the year, like March and April. But if you do it after that, it's going to be first expensive, second you're not going to find it. So that's that, you know. Let's go this way. The mosque is right there. Friday prayer is going to be about 15 minutes from now. So I'm just going to go there and chill for a little bit. And then pray, come back to the hotel, grab my stuff, and be on my way. I can't stay here any longer. It's like I want to stay, but it's like, you know, I gotta keep moving because you know, I don't want to spend the entire time in one place. Prayer done. Now gotta get going on my way to the next town, and that over there is the hotel I'm staying in. Called Darmonia. Nope, ready to go. I don't want to waste no more time. Just left Sawera to Agadir. I see you soon.